مرحب بالمشاهد الكريم. نواصل في حديثنا مع دكتور جزولة دفع الله رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بعد سقوط نظام ميميري في 6 أبريل. يا دكتور انت قلت لي الأزمة السياسية ربما بدأت منذ مؤتمر الخريجين. نعم يعني كمل لنا النقطة دي. يعني الأحزاب عندما تشكل عندما نشأ الحزب الاتحادي ونشأ حزب الأمة ينضموا إلى طوائف قائمة. طائفة الأنصار طائفة لها تاريخ ولها نظامة ولها ملازمينها، وطائفة الخاتمية يمكن طائفة كمان أقدم لها نظامة ولها خلفاء وكذا. فعندما يلتجأ السياسيون إلى هذين الطائفتين الموجودين واحدة الاستقلال واحدة الاتحاد، أخذوا اعتقدوا أنهم يستطيعون أن يجيروا هذه الطائفتين لأهدافهم السياسية. وأظنهم ما أدركوا بصورة واضحة أنه يعني من يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيده. ففي الآخر يعني أصبح أنه الطوائف دي عليها إذا أردت ابتلع تم ابتلع. لكن يا دكتور ليس هناك ما يمنع أن تتم تحالفات بشكل أو بآخر، بدليل أنه أنت الآن في تحالف حركة التغيير، هي حركة جبهوية، الحركة الوليدة الآن، ومعك مجموعة ربما تمثل اتجاهات سياسية مختلفة، فيها إسلاميين سابقين، فيها يسار، فيها مستقلين زي كده. فليس هناك ما يمنع التحالف بين الطائفة الدينية والتوجه السياسي أو الكيان السياسي. لكنه لم يكن تحالف. أها. هو كان يعني طائفة أصبحت هي داخل الحزب. وداخل الحزب يعني. بس الملمح ظل موجود وظاهر تاريخيا وحتى الآن أنه هناك سياسيون داخل هذه الأحزاب ليسوا بأنصار. لا. وهناك أيضا أنصار، أي لكن كذلك خاتمية واتحاديين مستقلين. يعني شكل التحالف أنا أفتكر أنه مبرر ومنطقي. أي لكن واضح جدا أنه الجماهير هم يعتمدوا على هذه الجماهير. أي يعني ليس في ذلك عيب، لكن يعني هم يعني عشان كده أصبحت، لأنه الجماهير ليس ذلك الجماهير المعظمة. طبعا في جماهير الاتحادي، جماهير اتحادية مستقلة، وكذلك في حزب الأمة. لكن الغالبية العظمى من الجماهير التي كانت تدعم الاتحاديين وتدعم الاستقلاليين كانت هي جماهير بتاعت الطائفتين. فإذا كان وكان معروف جدا أنه يعني يستطيع أي من زعماء الطائفتين ديل أنه بالإشارة، ولما حصل الاختلاف بين الاتحاديين وطائفة الخاتمية، الخلاف المشهور والأغرب ما في الأمر، في الماضي كان يكفي أنه زعم الطائفة يعني يحرك من وراء ستار. وصلنا إلى مرحلة أصبح زعيم الطائفة هو رئيس الحزب بشكل واضح. ده سبب جزء من المشاكل وجزء من الأزمة السياسية في البلد. طيب يا دكتور، برضو أنا عايز أرجع بك لآخر فترة وجودك رئيس وزراء. هل بصراحة شديدة يعني أنت سوار الذهب، هل عرفته قبل 6 أبريل ولا عرفته بعد 6 أبريل؟ كنت بتعرفه؟ لا أنا يعني التقيت به ولقاء عارض جدا قبل 6 أبريل، ونحن طلب في السنة النهائية في ثانوي. التقيت به في الأبيض في منزل أخونا اللواء عبد الله بن عثمان السفير المرحوم، اللواء عبد الله بن عثمان سفيرنا في أوغندا السابق، وكنا معزومين في غدا لأن عبد الله زميلي وزميلي في طقت، سواء درس في طقت ما درس عنده. فده كان اللقاء الوحيد بيني وبينه. بدري جدا، وحتى أنا يعني لما التقينا في أبريل ما كنت أذكر هذا اللقاء إلا في فترة أصلا لم نلتقي. طيب حصل بينك وبينه أنت رئيس وزراء وهو رئيس مجلس العسكري أو بمثابة رئيس لرأس الدولة؟ نعم. بحسب الدستور اللي كان موجود اللي بيحكم عمل رأس الدولة اللي كان بيتكون من 5 أشخاص. عادة بتحصل احتكاكات بين الرأسين. نعم. رأس هنا رأس دولة وهنا رأس حكومة. نعم. رئيس جمهورية ورئيس وزراء. هل حدثت أي احتكاكات؟ تعترف لنا بأنه حدثت احتكاكات؟ أبداً. يعني على غير المتوقع،
لم تحدث بيني وبين المشيسة والذهب أي احتكاكات رتيبة في التغطية. حتى عندما يلتقي مجلس الوزراء مع المجلس العسكري الانتقالي في اجتماع، دائما سوى الذهب موقف وفاقي، وفي أغلب الأحيان يعني مؤيد لموقفه. فأصلا في الفترة الانتقالية لم يحدث قط أي احتكاك بين سوى الذهب. كنت شعر بأنه زاهد، يعني هو يعني الرجل يعني رغم أنه له رأيه وكذا، لكن الرجل وفاقي وزاهد، وفاقي ورجل يعني رجل مهذب ورجل ذو خلق. لكن برضو انت انزعجت شويه كده انه الناس دي ممكن يقعدوا يعني ما يفكوا السلطه. ايوه انا كنت بتكلم عن المجموعه، ما بتكلم عن سوى الذهب كشخص. وانا لما فكرت التفكير ده ما كنت اعرف الاشخاص دي. يمكن لو يعني بيقولوا يعني لو استقبلنا من امرنا ما استدرنا بعد المعاشره مع الاخواننا في المجلس العسكري الانتقالي ومعرفتنا بهم، وان حقيقه أكاد أقول يعني غالبية العظمى ما أظن عندها أي تفكير ولا طموح، وده دليل أنه ما ترشحوا أصلا في الفترة الديمقراطية وكذا. كنا يمكن استبغينا الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات، ولعلها كانت أعطت السودان وأعطت الأحزاب فرصة للتنظيم الأفضل. لكن اتضح لي جدا أنه بعد المعرفة، وكنت لا أعرفهم، يعني كان هم ما عندهم طموح في الحكم، وكان ممكن نحن معا يعني تكون الفترة أطول وتحت لنا الفرصة في أنه وللأحزاب وللشعب السوداني أن ينظم أموره بصورة أفضل. نعم. طيب دكتور، الملف الأخير اللي عاوز أناقشه معك. نعم. المسائل دي سلسلة مترابطة مع بعضها البعض. نعم. جاء الإسلاميون إلى السلطة بانقلاب الإنغاز 1989. نعم. السودانيون اعتادوا على الانتفاضات. نعم. حيث أسقطوا عبود بأكتوبر. نعم. وأسقطوا نميري بستة أبريل. نعم. ولكن يلوح الآن في الأفق أن السودانيين ربما لأول مرة يرغبوا في أن يصلوا إلى حلول سياسية بعيدا من النزاعات والخلافات والثورات. هل أنت تشعر بأمل كبير أن يعني يتفق السودانيون على شكل ديمقراطية رابعة جديدة يستفيدوا فيها من أخطاء الماضي على مستوى الثورات التي تتالت في السودان انتفاضات، وأيضا يستفيدوا من مناخات الربيع العربي التي أفرزت شكل من أشكال الإحباطات؟ هل أنت تعتقد أن السودان مقدم على ديمقراطية رابعة؟ للأسف يا أخي عادل، أنا أعتقد أنه السودانيين ديل عندهم تجربة كبيرة جدا في العمل الجبهوي. وخلينا أمشي لك في أغوصلك في أعماق التاريخ. أنا أعتقد تشكيل دولة الفنج هي عمل تحالف بين الفنج والعبد الله، بدليل أنه كان الفنج هم الأمراء والعبد الله هم الوزراء. صحيح. هذا عمل جبهوي. مؤتمر الخريجين عمل جبهوي. صحيح. الثورة المهدية نفسها رغم أنه قام بها شخص هو المهدي، ولكن المهدي جماعة الناس من جماعة الناس والغارب. أنا كنت أقرأ رسائل المهدي التي حققها أبو سليم. الإمام المهدي كان يعرف الشعب السوداني معرفة غريبة جدا، يكتب لأشخاص في الشرق وفي الغرب بأسمائهم، يا فلان أنت كذا وكذا، يا فلان أنت عملت كذا وكذا. فهو جمع الناس بدعوته. مؤتمر الخريجين هو أيضا عمل. نعم. جبهوي. نعم. أكتوبر عمل جبهوي. جبهوي. أبريل عمل جبهوي. صحيح. إذن إحنا عندنا تجارب كبيرة جدا في العمل الجبهوي. إذن في هذا المحك التاريخي نحن أحوج ما نكون لهذه التجربة في العمل الجبهوي حتى نخرج بالسودان من الظروف اللي كلنا معترفين محكومين وحاكمين أننا في محك. نعم. يعني هذا الاعتراف ما بيقول المعارضة، تقول الحكومة والمعارضة. نعم. يقول كل الناس. نعم. هل أنت متفائل؟ نعم متفائل. نعم متفائل. نعم. ألا تخشى من إنه الإسلاميين يجعلوا من هذا الحوار في 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 ختامه عملا ثنائيا؟ ما هذا ده بجيبنا الحوار ذاته. أي. الحوار ده ما هو محتواه؟ ما هي آلياته؟ إذا كان إحنا عددنا إعداد جيد جدا للحوار ده، جبنا آلية من مجموعة من الأشخاص السودانيين الذين يثق فيهم الشعب السوداني نظافة واستقامة ووعيا وشجاعة وحبا للديمقراطية، حتى يكون الآلية التي تشرف وتعد لهذا اللقاء. ده ما بدي الناس يشعر بأنه جايبين لنا ديكور.
يعرف أن هؤلاء الناس لن يكونوا ذكور لأحد. نعم. فالآلية مهمة جدا. نعم. وبعد ذلك الإعداد لمحتوى الإغاثة. نعم. شنو الموضوعات الحناقشة اللي تناقش والمآلات في النهاية. المآلات وطريق وكيف نصل إليها؟ هل حنصوت؟ حنصل باتفاق؟ نعم. ندعو من؟ حكومة انتقالية. نعم. ما بعد تعديل دستور. الذي نتفق عليه. نعمل فيه شنو؟ نعم. طيب إذا طلبت منك في ختام البرنامج رسالة إلى الرئيس البشير ماذا تقول له؟ أنا يعني أود أقول للأخ الرئيس البشير أول شيء أنا كنت أود أن تكون مبادرته ليس باسم الحزب الذي هو فيه ولكن باسم رئيس الجمهورية لأنه هو في الواقع سواء كان يعني قانونيا أو كأمر واقع هو رئيس أبناء السودان بغض النظر عن الأراء فكانت حيكون وقع المبادرة أكبر أكبر لو انطلقت من رئيس الجمهورية نعم. خلاص هذه هو المبادرة جاءت حصل دلوقتي المبادرة بدأت في 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 يناير دلوقتي احنا على على ابواب ابريل اربع اشهر احنا ما عندنا وقت كذا غير محدود يعني وبعدين الناس حيقولوا والله اذا كان يعني قالوا هم المتورطين قال ما حيغير ميعاد الانتخابات قال في 15 في عام 15 حيكون في انتخابات يعني بيننا بين الانتخابات عام واحد طارب. فاذا كان يعني ما قعدنا ونحن قدامنا حديث عن حوار وطني موضوعات شائكة مفروض تشترك كل القوى السياسية المنظمة وغير المنظمة النقابات كله طيب أين نجد كل هذا الوقت عشان نعمل ده إذا كان حس بس من إعلان الحديث عن الحوار أربع أشهر مضت ولا بيحدث الرسالة أن عنصر الزمن مهم عنصر مهم ويجب أن نجعل كل يوم خطوة متقدمة نحو الحوار الوطني الحقيقي الذي يحس السودانيين ونحن نعد له أن هذا هو الحوار الذي يريدون وأن هذا الحوار هو الذي سيخرجهم من عمق الزجاج حتى يتم إنقاذ السودان بواسطة أبنائه لندخل مرحلة جديدة من ديمقراطية رابعة ونعطي العالم رسالة قوية بأن أبناء السودان في المحكات الكبيرة دائما ما يتفقوا نحن الذين اتفقنا حينما وقف الأزهري والمحجوب ورفعا معا علم الاستقلال أعطينا دروسا كبيرة وعظيمة للحقيقة والمصارحة والحقيقة والمجادلة والمصارحة نتمنى أن نأتي في وقت قريب لنتحاور معك هنا في هذا البرنامج بفهم أن السودانيين اتفقوا وانتقلوا إلى مربع ديمقراطية رابعة أنا أشكرك جزيل الشكر على اكترار هذه الذكرى العظيمة ذكرى 6 أبريل أشكرك جزيل الشكر دكتور المشاهد الكريم كانت هذه محصلة لاستعادة شريط عزيز وعظيم بالنسبة للسودانيين حيث نجحنا في أن نتحصل على معلومات هامة بمناسبة ذكرى 29 عاما لثورة أبريل المجيدة شكرا جزيلا لك. شكرا لك مشاهدون الكرام إلى أن نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أشكرك يا دكتور